استقبل معالي يوسف بن علوي بن عبد الله يوم أمس مارتن غريفث المبعوث الأممي إلى اليمن. تم خلال المقابلة استعراض آخر التطورات على الساحة اليمنية والجهود الدولية المبذولة للتوصل إلى حل سياسي. وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه تؤكد كفاءة السدود وجاهزيتها للتعامل مع الحالة المدارية لبان بمحافظتي ظفار والوسطى. 7 إصابات بسيطة بين طالبات إحدى مدارس ولاية صحار جراء استنشاق دخان ناتج عن حريق شب في فصل دراسي.